بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورتي المعوذتين، وهما مدينيتان، أي نزلت بالمدينة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق، فقلتها. قال: قل أعوذ برب الناس، فقلتها. فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة: حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمع زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن المعوذتين، فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يحكهما من المصحف. فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن المعوذتين، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: قيل لي فقلت لكم، فقولوا قل، فقولوا. قال أبي: فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش، وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود رضي الله عنه يقول كذا وكذا، فقال: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري رحمه الله أيضا والنسائي رحمه الله عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبده وعاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه به. وقال الحافظ أبو يعلى رحمه الله: حدثنا الأزرق بن علي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا الصلت بن بهرام عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحك المعوذتين من المصحف، ويقول: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، ولم يكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ بهما. ورواه عبد الله بن أحمد رحمهم الله من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحك المعوذتين من مصاحبه، ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: وحدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قيل لي فقلت. وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده، ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة. فإن الصحابة رضي الله عنهم
كتبوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلك، ولله الحمد. وقد قال مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلها قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ورواه أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي رحمهم الله من حديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عقبة رضي الله عنه به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقود الناقة، في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأجللت، أي احترمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبة. ثم قال: يا عقيب، ألا تركب؟ قال: فأشفقت، أي خفت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيهة، أي قليلا، ثم ركب. ثم قال: يا عقيب، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ورواه النسائي رحمه الله من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. ورواه أبو داود والنسائي رحمهم الله أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية بن الصالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة رضي الله عنه به. طريق أخرى: قال أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، بعد كل صلاة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله من طرق عن علي بن رباح. وقال الترمذي رحمه الله: غريب. طريق أخرى: قال أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن عهان ابن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. تفرد به أحمد رحمه الله. طريق أخرى: قال أحمد رحمه الله: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة شهباء فركبها، فأخذ عقبة رضي الله عنه يقودها، يعني يقود البغلة له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل أعوذ برب الفلق، فأعادها له حتى قرأها، فعرف أني لم أفرح بها جدا، فقال: لعلك تهاونت بها، فما قمت تصلي بشيء مثلها. ورواه النسائي رحمه الله عن عمرو بن عثمان عن بقية به. ورواه النسائي رحمه الله أيضا من حديث الثوري عن معاوية بن الصالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامر
رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين فذكر نحوه. طريق أخرى قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، سمعت النعمان عن زياد أبي الأسود أبي الأسد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طريق أخرى قال النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل، فقلت: ماذا أقول؟ فسكت عني، ثم قال: قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني، فقلت: اللهم اردده علي، فقال: يا عقبة قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال: قل، قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما، ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. طريق أخرى قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في صلاة الصبح. طريق أخرى قال النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود أو سورة يوسف، فقال: لن تقرأ شيئا أنفع عند الله من قل أعوذ برب الفلق. حديث آخر قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم الحارث عن أبي عبد الله عن ابن عاش عن ابن عائش الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عائش، ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان. فهذه طرق عن عقبة رضي الله عنه كالمتواترة عنه تفيد القطع أي الجزم عند كثير من المحققين في الحديث. وقد تقدم في رواية الصدي بن عجلان رضي الله عنه وفربة بن مجاهد رضي الله عنه: ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهن؟ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. حديث آخر قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا الجريري عن أبي العلاء قال: قال رجل: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، والناس يعتقبون، يعني يركبون، هذا يركب قليلا وينزل ثم يركب الثاني، وفي الظهر قلة، يعني الخيل أو الإبل قليلة، فحانت نزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلتي، فلحقني فضرب من بعدي منكبي، فقال: قل أعوذ برب الفلق، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأتها معه، فقال: إذا صليت فاقرأ بهما. الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر رضي الله عنه، والله أعلم. ورواه النسائي رحمه الله عن يعقوب بن إبراهيم
عن ابن علي به رحمهم الله. حديث آخر قال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد، حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن عبد الله الأسلمي وابن أنيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال: قل، فلم أدري ما أقول، ثم قال لي: قل، قلت: هو الله أحد، ثم قال لي: قل، قلت: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق حتى فرغت منها، ثم قال لي: قل، قلت: أعوذ برب الناس حتى فرغت منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا فتعوذ ما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط. حديث آخر قال النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص، حدثنا بدل، حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري، حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا جابر. قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: اقرأ، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما. وتقدم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ بهن وينفث في كفيه ويمسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى أي إذا مرض يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها، لأن الله وضع البركة في النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود رحمه الله عن القعنبي والنسائي رحمهم الله عن قتيبة، ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجه رحمه الله من حديث معن وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به رحمهم الله. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: حديث حسن. فينبغي لنا أن نقرأ سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس دبر كل صلاة وعند النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: الفلق الصبح. الفلق الصبح يعني ضوء الفجر بعد ظلمة الليل، فالله رب كل شيء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق الصبح والله رب كل شيء عز وجل. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وابن زيد ومالك عن زيد بن أسلم رحمهم الله مثل هذا. قال القرظي رحمه الله وابن زيد وابن جرير رحمهم الله: وهي كقوله تعالى: فالق الإصباح، أي الله عز وجل الذي يظهر ضوء الفجر
بعد ظلمة الليل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الفلق الخلق. وكذا قال الضحاك: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من الخلق كله. وقال كعب الأحبار رحمه الله: الفلق بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه رحمهم الله أنهم قالوا: الفلق جب أي بئر في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه في نسخة منه نار تصيح منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. وكذا روي عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه والسدي رحمه الله وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر، يعني لم يصح. فقال ابن جرير رحمه الله: حدثني إسحاق ابن وهب الواسطي، حدثنا مسعود ابن موسى ابن مشكان الواسطي، حدثنا نصر ابن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى. إسناده غريب ولا يصح رفعه، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي رحمه الله: الفلق من أسماء جهنم أجارنا الله منها. قال ابن جرير رحمه الله: والصواب القول الأول أنه فلق الصبح، الله أقسم بفلق الصبح انتشار الضوء، ضوء الفجر بعد ظلمة الليل، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه. الفلق فلق الصبح، ضوء الفجر بعد ظلمة الليل، والله رب كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات، تستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري رحمهم الله: جهنم وإبليس وذريته مما خلق، تستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات ومن شر غاسق إذا وقب. قال مجاهد رحمه الله: غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس. الغاسق أي الليل، إذا وقب أي إذا غربت الشمس. حكاه البخاري رحمه الله عنه، ورواه ابن أبي نجيح رحمه الله عنه. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن كعب القرظي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه، تستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أقبل. وقال الزهري رحمه الله: ومن شر غاسق إذا وقب الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة رحمهم الله: إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو المهذم عن أبي هريرة رضي الله عنه: ومن شر غاسق إذا وقب كوكب النجم. وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: الغاسق سقوط الثريا نجم في السماء. وكان الأسقام والطواعيد تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير رحمه الله: ولهؤلاء من الأثر ما حدثني نصر بن علي، حدثني بكار بن عبد الله ابن أخي همام، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شر غاسق إذا وقب، قال: النجم الغاسق. قلت: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون: هو القمر الغاسق القمر. قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد رحمه الله
حدثنا أبو داود الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن أبي سلمة قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع، وقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي رحمهم الله في كتابي التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، ولفظه تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. ولفظ النسائي رحمه الله: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. قال أصحاب القول الأول: وهو أنه الليل إذا ولج، أي إذا دخل. هذا لا ينافي قولنا، لأن القمر آية الليل، ولا يوجد له سلطان إلا فيه، أي في الليل. وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلناه، والله أعلم. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك رحمهم الله: يعني السواحر الساحرات ينفثن ويعقدن العقد، استعذ بالله من شر السحرة ومن شر كل ذي شر. قال مجاهد رحمه الله: إذا رقينا ونفثنا في العقد، يعني يتكلمنا السواحر ويعقدن العقد. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين، أي إذا كان بغير الآيات والأدعية. فالرقية سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، آية الكرسي تقرأ وتنفث على المريض يشفيه الله بفضله وكرمه. وفي الحديث الآخر أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد، أي مرضت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل حاسد وعين، الله يشفيك. جبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا كان من شكواه، أي من مرضه عليه السلام حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى جل وعلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما، أي مرض. قال: فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن رجلا من اليهود سحرك، عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها، أي قطعها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، يعني تعافى. فقال: فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط حتى مات صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بعث جبريل عليه السلام فرقى النبي صلى الله عليه وسلم فعافاه الله عز وجل. ورواه النسائي رحمه الله عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير. وقال البخاري رحمه الله في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه
فحدثنا عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، أي ملكان عليهما السلام، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ أي من سحره؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق، حليف لليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ أي في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاقة. المشط الذي يمشط به الشعر، والمشاقة الشعر الذي يعلق به المشط. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. وضع السحر في جف طلعة ذكر تحت رعوفة، أي تحت حجر في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي يريتها، وكان ماؤها وكأن ماءها نقاعة الحناء يعني أحمر، وكأن نخلها رؤوس الشياطين يعني سيئة المنظر. قال: فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا أي تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. صلى الله عليه وسلم، عافاه الله والحمد لله. وذلك السحر لم يؤثر في الوحي، إنما كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، فعفاه الله عز وجل. جبريل عليه السلام رقاه بالمعوذات، وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأبي ضمرة أنس بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان رحمهم الله. وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله وعنده، فأمر بالبئر فدفنت. وذكر أنه رواه عن هشام أيضا ابن أبي الزناد والليث بن سعد رحمهم الله. وقد رواه مسلم رحمه الله من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن نمير، ورواه أحمد رحمه الله عن عفان عن وهيب عن هشام به، ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لبث أي مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان عليهم السلام، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. وذكر تمام الحديث، فعفاه الله عز وجل. وقال الأستاذ المفسر الثعلبي رحمه الله في تفسيره: قال ابن عباس وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود، يعني قالوا لذلك الغلام، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشته. هذا الغلام أمروه أن يأخذ الشعر الذي في المشط وأسنان المشط التي انكسرت، فأعطاها اليهود فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له لبيد بن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال لها ذروان البئر. فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه، ولبث 6 أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وجعل يذوب أي يضعف ولا يدرى ما عراه أي ما أصابه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان عليهما السلام، فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رجليه
للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال طب أي سحر. قال وما طب؟ قال سحر. قال ومن سحره؟ قال لبيد بن أعصم اليهودي. قال وبم طب؟ قال بمشط ومشاط. المشط الذي يمشط به الشعر، والمشاط الشعر الذي يعلق بالمشط. قال وأين هو؟ قال في جف طلعة، في جف طلعة تحت رعوفة أي حجر في بئر ذروان. والجف قشر الطلع، والرعوفة حجر في أسفل البئر. ناتئ أي بارد يقوم عند عليه الماتح. فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا أي فزعا، وقال يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني بدائي أي بمرضي؟ ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء يعني أحمر، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود. الوتر سير من جلد فيه 12 عقدة مغروزة بالإبر. فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال أي عوفي والحمد لله. وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك. فقالوا يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث أي لبيد بن أعصم نقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن يثير على الناس شرا، صلى الله عليه وسلم. هكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد مما تقدم، والله أعلم. نعوذ بالله من شر أشرار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه 3 صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية، الله رب العالمين، والملك، الله مالك الملك، والإلهية، الله هو المعبود لا معبود بحق سواه، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات، وهو الله عز وجل من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصم الله. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني كل إنسان معه شيطان حتى الرسول، ولكن شيطانه أسلم. إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وثبت في الصحيح رحمه الله عن أنس رضي الله عنه في قصة زيارة صفية أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في رمضان، فزارته أم المؤمنين صفية، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني لا تسرعا، إنها صفية بنت حيي. هذه المرأة أم المؤمنين صفية، أخبرهم حتى لا يلعب الشيطان بهم. فقال سبحان الله يا رسول الله، أي نحن لا نظن فيك سوءا؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً أو قال شراً، يعني تظناني ظن السوء. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا محمد بن بحر، حدثنا عدي بن أبي عمارة، حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر خنس، إذا ذكر العبد ربه خنس الشيطان، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. غريب، أي حديث غريب. فعلينا أن نلزم ذكر الله، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. قال المعلق: قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله إسناده ضعيف، وذلك لضعف زياد النميري، والكلام في عدي بن أبي عمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم، سمعت أبا تميمة رضي الله عنه يحدث عن رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كان راكبا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره، الحمار أصابه حجر فعثر، أي كاد أن يسقط، فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان تعاظم. وقال: بقوة صلاته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب، فإذا أصابك شيء قل بسم الله. تفرد به أحمد رحمه الله، إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلينا أن نلزم ذكر الله ونسمي الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس الرجل بدابته، يعني يوسوس له، فإذا سكن له زنقه، أي الجمة أو الجمة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد رحمه الله. فعلينا أن نلزم ذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس الخناس، قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقتادة رحمهم الله. وقال المعتمر بن سليمان رحمه الله عن أبيه: ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوسواس، قال: هو الشيطان يأمر، فإذا أطيع خنس. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر، أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان، ويكونون قد دخلوا في لفظ الناس تغليبا. وقال ابن جرير رحمه الله: وقد استعمل فيهم رجال من الجن، الله تعالى قال: رجال من الجن، فلا بدع في إطلاق الناس عليهم، يعني يدخل الجن في قوله الناس. وقوله من الجنة والناس، هل هو تفصيل لقوله
الذي يوسوس في صدور الناس، ثم بينهم فقال من الجنة والناس. وهذا يقوي القول الثاني، أي أن الشياطين يوسوسون حتى للجن من المسلمين. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اللهم أعذنا من شياطين الإنس والجن. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، حدثنا أبو عمر الدمشقي، حدثنا عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست، فقال: يا أبا ذر، هل صليت؟ قلت: لا. قال: قم فصلي. قال: فقمت فصليت ثم جلست. فقال: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. كل من دعا إلى معصية فهو شيطان إنسي، نعوذ بالله من شياطين الجن والإنس. قال: قلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: خير موضوع. الصلاة من أفضل الأعمال، من شاء أقل ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله، فما الصوم؟ قال: فرض يجزي وعند الله مزيد. قلت: يا رسول الله، فالصدقة؟ قال: أضعاف مضاعف، أي يضاعف الله ثواب الصدق. قلت: يا رسول الله، أيها أفضل؟ قال: جهد من مقل، أن يكون مالك قليل وتتصدق بجزء منه، أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله، أي الأنبياء عليهم السلام كان أول؟ قال: آدم عليه السلام. قلت: يا رسول الله، ونبي كان؟ قال: نعم، نبي مكلم، آدم عليه السلام. قلت: يا رسول الله، كم المرسلون؟ قال: 318 جما غفيرا. وقال مرة: 15. قلت: يا رسول الله، أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن. ورواه النسائي رحمه الله من حديث أبي عمر الدمشقي به. وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً أبو حاتم ابن حبان رحمه الله في صحيحه بطريق آخر ولفظ آخر مطول جداً، فالله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن الشداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالشيء، يعني وسوس الشيطان يوسوس، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، يعني يوسوس الشيطان بكلام كفري نعوذ بالله. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده، أي كيد الشيطان إلى الوسوسة، فتعوذ بالله من وسوسة الشيطان. ورواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث منصور، زاد النسائي رحمه الله والأعمش كلاهما عن ذر به. آخر التفسير، ولله الحمد والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وسنعود إن شاء الله من أول التفسير في أيام التفسير. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى في صفحة 181، صفحة 181، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة
فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله. فعلينا نكثر من الصلاة تقرباً إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه في حالة السجود. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أي سحابتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم رحمه الله. فسورة البقرة وسورة آل عمران تشفعان للمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، اللهم وفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام. فسورة البقرة سورة آل عمران تشفعان للمؤمن الذي كان يقرأها ويؤمن بها، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. فينبغي أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر والعمل، نسأل الله التوفيق. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله، فإنه رأس الأمر كله، وتقوى الله امتثال الأوامر واجتناب النواهي. عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان رحمه الله. عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان رحمه الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، لأن النبوة قد ختمت. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد، ولا يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله. رواه الحاكم. لا ينبغي لقارئ القرآن أن يحزن مع من يحزن، ولا يجهل مع من يجهل، بل عليه أن يلزم تلاوة القرآن ودعاء الله عز وجل. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره أي حفظه، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم، قد وجبت لهم النار. رواه ابن ماجه والترمذي رحمهم الله. فالذي أكرمه الله بحفظ القرآن فعليه أن يحمد الله ويجتهد في العمل بالقرآن،
اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو أي تصبح فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابًا من العلم عُمِل به أو لم يُعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. رواه ابن ماجه رحمه الله. ففيه فضل تعلم القرآن وتعلم العلم. اللهم فقهنا في الدين ووفقنا للعمل بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل ووفقنا للفقه في دينك القويم، واجعلنا مع العاملين به قولاً وفعلاً الداعين إليه، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.